وانا من كتر البسط مع لا بس كارمن اوكي بعد المثل طبعا احنا اليوم نزلنا بعد ما عزمتهم على الغداء يا حالي بالضبط دي ثاني مره نزلنا لا بس لحدنا حزن لكم يخلص الحاجه نزلنا ستوريات او نزلنا على بوستات انا ومصطفى نزلنا هي ما كانت شافت حالها ما رضيت تنزل ولا شيء ما نزلتيش حاجه ده؟ ما نزلتيش حاجه لا والله والله ايه ما نزلتيش حاجه قد المقام احنا ولا لا يا جماعه والله نزلت الصور بتاعتنا صور دي ستوري هيبعتوا لك الناس كلام على ستوري ازاي احنا عايزين تعال فاللي حابب عنده سؤال لكارمن ومصطفى فيها هاتوا يلا هاتوا لنشوف والله في أسئلة ها طيب بس أسئلة إن شاء الله تكون لذيذة وظريفة وخفيفة وما فيهاش أي عكوك لأنه أي سؤال في كده كده مش هنطلعه يلا عطونا على السريع على السريع على السريع يلا يا شباب يلا دقيقة بعد ثانية ها ثانية هات لنشوف يلا ملحن رائع وراقي سؤالي عن أفضل ملحن في تاريخ الأغنية العربية حسب رأيك وسيم دغري على مصطفى جاد طيب قول بليغ حمدي بلا منازع بلا منازع بلا منازع حلو أرجونا سؤال إن شاء الله بيطلع سؤال منورة كارمن سؤالي هل في نية لدي وغنائي مع زوجك مصطفى جاد نسرين في نية كبيرة يعني إحنا في أغنيتين قدامنا فعلا ويعني بنشوف بينهم مين اللي ممكن دينا شقفة صغيرة يلا شقفة صغيرة يلا صغيرة لا طب هقول لك شقفة صغيرة شقفة نتوفة التورة يلا يلا أعمل إيه؟ حتة من صاحب مكان يلا وأنت كمان ماشي هو ده أهو يلا 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 قول قولي انت الطبقة طيب ولحد ما انت نورت عمري كان لسه قلبي مرضيش يميل يتقابلوا من ده ويقابلوا من ده وقلوب بتنده وانا مستحيل جيت انت واخده من الحيرة دي وعملت فيا أكبر جميل حصري حصري جدا 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 هلا هي حكت الحصر هو قال كلمتين بس هو بعدين سكت هتغني يا حلو حاضر طيب هنروح